رمضان مبارك من أسرة سيتروس تي في. تابعوا معنا فزورة رمضان اليومية. فزورتنا هي عبارة عن سؤال عن شيء أنتوا بتستخدموه شخصياً أو حتى بتستخدموه بالمنزل. على مدى 30 يوم رح يكون عنا فوازير، إذا جاوبتوا عليها بشكل صحيح رح يدخل اسمكم بالسحب اليومي. وإذا كانت إجابتكم على مدى 30 يوم صحيحة رح يكون لكم فرصة أنه يدخل اسمكم بسحب الجائزة الكبرى. الجائزة الكبرى هي تلفزيون وولف 60 بوصة HD، محضر الطعام بلاك اند ديكر، طقم مجوهرات جوزيل، جوال آيفون 6، طقم أواني الطهي هابي كول 10 قطع، خلاط RD، ميني ستيبر، محضر الإسبريسو، فرامة اللحم من سيمنز، طقم جلام جلو، طقم حافظات الطعام من سان رايز، مكنسة بيسيل، طقم 9 قطع ريترو من منال العالم، جوال الكتيل، شواية رومكو مع عدة الشواء، مملس الشعر تاي هير، فرن بروفي، مرطب الهواء هوميدكس، مجموعة الكافيار من ريبير، محضر الطعام إكسبريس ريدي سيت تو جو، طقم الشفاه والبشرة من كيم كارداشيان، علب ترتيب الأمتعة من هيز، جهاز شد الجسم بليس، طقم عطر إليزابيث آردن، ساعة الحجر الأحمر، ماجيك كيرل، طقم مجوهرات لينا زيتوني، مسكن الألم لايت ستيم، مجموعة العلاج كليروجين، خلاط نيوتري بوليت. تعالوا نشوف أنا وأنتو شو هي فزورة اليوم. أنا أطعمك وأنا أسقيك، بالصيف أساسي وبالشتاء أجافيك، أحفظ الأكل فريش بلا علب، ليل ونهار أشتغل بدون تعب، كل العيلة بتحبني، أبداً ما لك غنى عني، مين أنا؟ جائزة اليوم هي أقراط جاردان دي توليري. يعني شفتوا الإجابة ولا أسهل من هيك؟ إذا عرفتوا الإجابة الصحيحة ابعتوها على الرابط اللي ظاهر قدامكم هلأ على الشاشة. ولا أسهل من هيك. كل عام وأنتوا بألف خير.